السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. أكدت مصادر سياسية أن الحوار الجاري بقصر المؤتمرات بنواكشوط مدد أسبوعا إضافيا من أجل منح الأطراف فرصة أوسع للنقاش والتحاور. وتتواصل ورشات الحوار السياسي وسط جدل متصاعد بشأن مأموريات الرئيس، حيث تبدي المعارضات المشاركة في الحوار والمقاطعة له مخاوفها من أن يتم المساس بمواد الدستور المتعلقة بها. قال حزب الصواب في بيان صادر عنه إنه قرر عدم المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي انطلق منذ أزيد من 10 أيام لأنه غير توافقي. ودعا الحزب في بيان صادر عنه ما سماه القوى الوطنية إلى أن تكون في مستوى التحدي وأن تقف بحزم في وجه ما من شأنه نسف أسس التجربة الديمقراطية للبلاد. احتج عدد من الشباب الناشطين في مبادرة محال تغيير الدستور بنواكشوط رفضا لتغيير الدستور، خصوصا المواد المتعلقة بمأموريات الرئيس. ودعا المحتجون السلطات إلى إيقاف الحوار الجاري بقصر المؤتمرات، ودعوا الشعب الموريتاني إلى الوقوف في وجه أي مساس بدستور البلاد. ناقش باحثون خلال ندوة نظمها المركز المغاربي لدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مشروع دولة القانون موضوع تحديات إصلاح العدالة في موريتانيا. وأبرز رئيس المركز الدكتور ديدي السالك مستوى العلاقة بين العدالة ودولة القانون والمؤسسات، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا إذا كانت هناك عدالة ناجزة. نظمت المنظمة الدولية للفرنكفونية بالتعاون مع الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل ورشة بنواكشوط شارك فيها قضاة وعناصر شرطة وناشطين من المجتمع المدني. وتبحث الورشة المنظمة في نواكشوط آليات مساعدة الأطفال ضحايا العنف وتستمر يومين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري جديد بحول الله. إلى اللقاء.